مرحبا. وبيك عايشة؟ لاباس خويا. وبيك عايشة؟ أنست كبير. الله ينسك. قداش عندك صغار اليوم؟ عندي زوج صغار. باش نسألك قداش عندك معرس؟ عندي 13 سنة. باهي. اليوم العائلات في تونس الكوبلوات كي عرسوا ما يخمموش، أوكي عرستوا كذا جبتوا صغير اثنين، مفروض تعمل حسابك كذا، ما يلزمش تزيد أكثر خاطر مصاريف وارتفاع تكلفة وباش تزاد تدللهم وباش توفر لهم اللي تحب يحبوا عليه. بالطبيعة الدنيا صعبة برشا و واحد لازم يشوف مستقبلهم من قبل كل شيء ويخدم عليهم، واحنا نجبناهم احنا باش نخدموا عليهم، فهمتني؟ والدنيا صعبه، ان شاء الله تحسن ظروف المعيشه وان شاء الله ربي معنا وان شاء الله تونس قدام باهيه وكل شيء. انت ما تمشيش بمقوله تو يجوا بقسمهم؟ هما جيوا قسموا صحيح قولوها، احنا كما اما احنا لازم نخدموا باش نكبروهم مصلوهم احنا المستويات بتاعهم ونعملوا اللي علينا، وبعديك هما زاد ان شاء الله يوصلوا بعد عليهم في العبيد اللي بيسووه وكل شيء. صغير قداش عمره؟ هذا عمره يقع في الثالث. سنة ثالثة مصروفة قراية وترونسبور وماكلة و كل شيء. جديد من هو مازال صغير؟ مازال صغير هكاك. والله قريوا في يوم خاطر عمي جاي يولي يقراوا انجليزية وعمي فهمتنا؟ ها؟ شو نقول شكون لاهي بيه في الدار الصغير في العادة أنت ولا؟ تصور مرتك ماكش أنت؟ أكثرية المرأة. أنا كنت نجيب فلوس الوراء كذا. علاش في تونس ديما المراه هي اللي تقري تيود هي اللي تعس حتى التغيرات كي تحصل عند ولدها هي راهي تسيس عليهم المراه، واحنا وكي نبداو نخدموا ونروحوا مؤخر فهمني، والمراه ديما بحذاها هي ابار تخدموا تروحوا مؤخر ديما. فما عندنا عقليه بصفه عامه نحكي عقليه انه الراجل لا مخلي كل شيء لمرته، تربيتهم كسوتهم هو حتى المراه نتعاون تعاون المراه تعاون الراجل والراجل يعاون المراه، احنا في بلادنا ما عندنا في لازم هكاك 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 لازم نتعاونوا، على الحقيقه الدنيا صعبه توا لازم نتعاونوا مع بعضنا فهمت. انت مرتك تخدم الزوج؟ نخدموا مع بعضنا. شنو تخدموا؟ نخدموا في المعمل احنا في النسيج في راس الجبل احنا. اي عندكم سنوات المعمل؟ اي انا عندي محسوب 24 سنه توا في المعمل. خير من وهي عندها هكاك محسوب شي 15 16 سنه 17. باهيين فتره باهيه. هكاك. ديما حتى ولو شهريه مش قويه برشا ما دامكم الزوج تخدموا به. شهريه ماهيش تعمل حتى شيء جمله. 600,000 ولا 550 تعملوا ترى الوقت هذايا فهمني؟ ما يجيب شيء فهمني؟ مصروف صغار. لما توما الموظفين واللي بشهر يوم بمليون ونص وزوج ملايين يعيطوا وخلي احنا. ان شاء الله يعملوا لنا حل وان شاء الله ان شاء الله ربي معكم ان شاء الله. وصغيرك الاخر فانا سنه سمح. سنه رابعه. سنه رابعه. مصروفهم كيف كيف؟ ديجا يلبسوا كيف بعضهم هما. معناتها واحد على الوسط بعضهم. على الوسط بعضهم. تجيك فترة العيد ومصروف وكسوة و هذيك لازم حاجة لازمة حاجة لازمة هذيك. وإحنا على أبواب عيد قاعد تخمم باش تشري علوش عيد؟ والله لحد الآن مانيش نخمم خاطر إحنا عندنا العلوش في البلاد وغالي شيء غالي، الفلاح يقول لك غالي والسمسار يقول لك غالي والمواطن هو يتذمر ضحية فهمتني؟ أنت قطوس هكايا 900,000 شو فيه؟ 10 كيلو لحم نحيلوا راسه شنو سقي كل شيء تلقى فيه 10 كيلو لحم 900,000 شي زي عائلة إذا زيج عائلة فيها أربعة من الناس ولا خمسة من الناس. حقاً كأنك ما عيطتش قبل. لا عيطت كل عام نعيط أنا. ما صارتش حتى مرة. هذه سنة شيء كبير هو من عام ورا وعنده قد إيه عنده شي ثلاث سنين معناتها فهمني هكاك وكل عام يوصي خوه. المواطنين سنة فما شكون دعا للمقاطعة بما معناه أنه ما قدرتش نشري علوش ما نشريش. احنا الحاجة اللي فيها اللي بتونس اللي ما عندناش المقاطعة ما عندناش مقاطعة. الحاجة اللي تقلع احنا الأولانيين معناها. قبل ولا؟ كان كل شيء. ما عندناش سياسة المقاطعة هذيا ما عندناش. كيما في السكر وزيت وخاصة وكل شيء. مقارونة. والعيش ده جالو ربي معناتها فحية معناتها فهمني. وما قرالوش حسابه من أول العام على خاطر بحكم اللي معناتها ظروف المناخية زادة المناخية اللي عايشة فيها معناتها بلادنا عندها شي سبع سنين نعيشوا في جفاف وأنا فلاح معناتها نعيش مع الفلاحة. الفلاحة خويا الزمر والعلفة غلات. كل شيء غلا معناتها فهمني كل شيء غلا. تو الطبيب اللي يجي معناتها البيطري اللي يجي للكوري معناتها غلا مش حتى هذه ابسط حاجه. قداش يخرج البيطري؟ نعم قداش يخرج البيطري؟ اسوي 30 40 50 انت والضربه كان قريب هذا. هذا قريب فهمني هذه هكايا معناتها ان شاء الله. وانت تلفت فما مصروف وانت تلفت غالي حاجه اكيد مصروف كل شيء اكيد معناتها لازم حاجه ضروريه المصروف هذايا. نرجع بي في العاده احنا العيد يقولوا على الصغار ابار اللي هو دينيا لازم نعيدوا حتى على الصغار كي يكونوا كوبل مع بعضهم ساعات يعيدوا مع العائله يا ما يلوجوش، لكن ما دامهم صغار صغير شو اللي يشرط يحب على العلوش العيد. انت وما تربيه صغير انت وما تربيه كل واحد كيفاش يحب
البابا نشدوهم نقول لهم راهو ما الدنيا ظروف صعيبه وكل شيء يفهم، وماذا بينا احنا نوفروا لهم كل حاجه يفهموا وانت يفهم. هبط اهي شو نقول لك انا، في الجمعه كل جمعه تشري تهبط للمرشي قضيه هذيك كل جمعه كل جمعه قضيه هذيك كنجو قسم الشهريه ما بين كراي اذا كان كاري ما ملك انا بابا ربي فضله وخليه عامل لنا كل واحد انا وخويا دار فهمتني، والحمد لله يا ربي معناتها شفت الفرق ربي فضله لي وربي خليه هو وامي فهمتني والعائله الكل فهمت. مهم برشا انه الوالدين يخمموا في صغارهم كيف ما انت اليوم ما شاء الله الوالد خل معناها عاونكم وبني لكم بليتو اي الحمد لله والله خمم علينا بابا احنا من صغار معناتها خمم علينا عملنا ديار فوق فوق منه معناتها فوق داره والحمد لله وكل واحد شاف معناتها شق طريقه معناتها كما قال معناتها كل واحد مشى يخدم على روحه فهمني وعرس ها سكنا في راس الجبل معنا في البلاد فوق بابا معنا فوق دارنا فوق دارنا فوق دارنا الحمد لله وش خدمه في راس الجبل هاي الخدمه في راس الجبل تو الوالد يفضلوا خمم فيكم وبنيكم وعاونكم خمم عليهم وكل شيء وان شاء الله ربي يبعد علينا ان شاء الله تونس باهيه وان شاء الله تقعد هكايه وان شاء الله من احسن لاحسن ان شاء الله يا ربي بعد تبدلوا ان شاء الله ها لباس بدات تبدل برشا برشا معناتها برشا تبدلت تونس على قبل على سنوات اخرى تبدلت وان شاء الله يا ربي يعينكم وربي يخليكم وكم ربي يعينك انت صديقي تحيه للعائله الكل ولدارنا دار نسابي وامي وبابا واخواتي فهمني واصحابي والكل واحبابي كل اللي في راس الجبل انت توجه في تحيه لاحبابك ونسابك وداركم وكذا هل ما زلتوا تتواصلوا بصفه مباشره نحكي على الاقل الاقارب اللي بعاد عليكم في السكن ما احنا عندي عمتي في تونس ديما كل جمعه نجيب حذينا احنا عنا احنا عائله سنه رحم 13 يا سلام وتحيه لكم انتم وتحيه ان شاء الله يا ربي الترجي الرياضي التونسي انتصار السبت هذا كلش تعدي وراه مكشخين احنا مكشخين في الدم راه في راس الجبل عندنا شرهم مكشخين وشرهم كلبيستي اما مكشخين بحكم اللي حسب الخوجه معناتها ودراس الجبل فهمني وان شاء الله ربي ينصر الترجي ان شاء الله اش تربح الترجي بالطبيعه فين بليش في الاهلي فين بليش فين بليش فين بليش هزيتنا من المعمل الصغار الحياه كيك تو في صوره ما الترجي تلعب في نفترض ان الترجي تلعب في وقت نتاع الخدمه تفصع من الخدمه كيك كلها تفصع ما يخدم حد راه والله قمنا على خاطرها من الصباح ما تظهر تصبيح وقت السد القطري معناتها في جابون فرجنا فيها كل شيء ان شاء الله ربي ينصرها وكا شو نقول لك يا الحاج صغارك وارثين عليك مكشف اي اي يحب الترجي كلهم يحبوا الترجي هكاك صغير الاخر هكاك كلهم يحبوا الترجي اما كي تفرج المراه ما تحبش كوره هكاك المرأة ما تحبش هكا وهكا فهمني ديما خاطر المرأة ما تحبش كورة سلسلات بيا ما تشجعوا شوية ما الأولاد طلعوا لي أنا صغار طلعوا هكا هكا شو نقول لك أنا ديما اللي عنده الأولاد يقول ماذا بيا عندي البنات واللي عنده البنات يقول لك ماذا بيا عندي الأولاد طفلة ولا طفل كيف كيف اللي يعطي ربي مليح هكاك وكا ربي يفضل عايشك بارك الله يفضل